طبعا كالعادة المساحة وكده، فمش هتكلم عن الموضوع ده بقى كده، يعني نشتغلوا بارتات وخلاص. المهم احنا اتكلمنا على الجنريتور وجبنا الفيزور دايجرام ده، والمرة دي هنتكلم على الايه، على الموتور. الموتور انا بعمل ايه في الموتور؟ انا اول حاجة بتدخل ايه، بندخل الفولت على الايه، على المكنة بتاعتي، جميل. وبعد كده بيجي لي هنا على الايه، بيجي لي هنا الحركة بتاعتي، تمام. فانا عندي هنا الاي اف، وعندي التيار المرة دي هيجي من الفي يروح للايه، للاي اف، عكس التاني التيار كان رايح من الاي اف للاي. فهنا الفولت ده هيبقى العكس، يعني بمعنى صح ان الاي اف من هنا هتساوي ايه، هتساوي الفي ناقص مش زائد المرة دي الاي اي في الار اي زائد الجي اكس اي اكس اس، جميل. فانا من هنا هنقول ان ده زاويته صفر، وديت الاي اف زاويته دلتا، وناقص الاي اي في الار اي زاوية فاي، ناقص الاي اي في الاكس اس طبعا زاوية فاي، بس هنزود عليها الجي اللي هي اي بلس 90، تمام. فنفس الفكرة هنشتغل عليها، ان انا عندي اللاج وعندي ليد بار ايه، بار فاكتور. في اللاج انا عندي الفي اهي، المفروض عندي التيار بيلاج بزاوية فاي، فبالنسبة لي المفروض هيبقى هنا، بس هو علشان بالسالب فهيبقى الاتجاه الايه، العكس. ادي الاي اي في الار اي، المفروض الزاوية الاي اي اكس اكس اس المفروض تبقى لفوق، بس علشان ده برضو بالسالب فهناخده الاتجاه الايه، العكسي ده كده. ادي الاي اي اكس اس، ومن هنا كده ده الايه، ده الاي اي، ده الاي اف، جميل. والزاوية دلتا هي الزاوية الصغيرة اللي هنا دي. طيب ده لو كان لاك. طب لو كان ليد، انا عندي الفي اهي وعندي الاي اي اهي، دي زاوية فاي، فالمفروض ان هي تبقى كده، فهن ايه، علشان السالب هتبقى العكس. ادي الاي اي في الار اي. طيب المفروض انها 90 هتبقى لفوق، اللي هي هتبقى ليد يعني تبقى الزاوية بتاعة التيار بتبقى لفوق زائد 90. فقال لك لا، احنا دلوقتي بنطرح، يبقى هنقص كمان 90، يبقى هتبقى هنا بالمنظر ده كده، ويبقى من هنا ده كده الايه، الاي اف، وديت الزاوية ايه، الزاوية دلتا. حلو. طيب يبقى انا عندي في الجنريتور كنا قلنا لازم ان الاي اف تتعمل قبل الفي، علشان انا لازم يكون عندي فولت هنا علشان نوديه الناحية التانية للود، انما دلوقتي احنا بنشتغل كموتور، فلازم الفي تحصل قبل الايه، قبل الاي. فعشان كده هتلاقي في الحالتين ان الفي بتاعتك متقدمة عن الايه، عن الاي اف بالزاوية ايه، بالزاوية دلتا، الناحية التانية كان الايه، كان العكس. طيب ده بالنسبة للفيزور دي، فيزور دايجرام. طيب اول حاجة احنا كنا قايلين في الاوبن سيركت، كنا قايلين ان في علاقة ما بين الاي اف والايه، والاي اف بتاعتي، قلنا اللي هي العلاقة بتبقى لينير في الاول، بتحول لايه، لساتوريشن. بتحول لساتوريشن ليه؟ علشان الايه، المعدن بتاعي اللي معمول منه الايه، المكنة. فانا بالنسبة لي لو انا كان ده المعدن ده كان هوا، فانا بالنسبة لي مفيش ساتوريشن، الهوا هيفضل عادي، فهيبقى في عندي خط كده بنسميه خط الايه، الاير جاب ايه، الاير جاب لاين. فانا بالنسبة لي الاير جاب لاين ده بيمثل لي الحاجة، لو يعني بيمثل لي الايه لو ما كانش فيه معدن، او كان بتمثل لي الاير ايه، الاير جاب يعني شغال في الايه، في الهوا، فكان هيفضل ماشي ايه، ماشي لينير بالمنظر ايه، بالمنظر ده. طبعا عند الايه، عند ال NS او السينكرونس سبيد بتاعتي بتبقى ايه، كونستانت بتاعتي، علشان ايه، علشان ايه، لازم يبقى الايه، ال NS بتاعتي ايه، ثابته. طيب ده بالنسبه لي في الاوبن، انما طيب لو جبت الشورت ايه، الشورت سيركت، كان بيحصل عندي ايه، كان بيحصل عندي ان انا في تيار هيمشي هنا في الشورت اللي هو بالنسبه لي كان ال IA، صح. فكنت كل ما ازود الاي اف بتاعي او الفيلد اللي بره بيزود لي الايه، الاي اي ده، كل ما قيمه الاي اف بتزيد كل ما قيمه الاي اي بت ايه، بتزيد، صح. فكان عندي علاقه ما بين الاي اي اللي هو التيار الشورت سيركت والايه، والاي اف، فكانت العلاقه علاقه ايه، لينير بالمنظر ده. فانا الكيرف ده هنسميه الاوبن سيركت كاركترستيك، واللينير، الخط اللينير ده هنسميه الشورت سيركت ايه، كاركترستيك. طيب ده بالنسبة لي تبع الأوبن، وده تبع الإيه، تبع الشورت. طيب جميل. طب لو أنا حطيت الاتنين على بعض،
في الايه في الدايرة عندي. يعني هنحط الكيرفين ايه الكيرفين على بعض. انا عندي هنا الاي اف وعندي هنا الاي ايه الاي اف. المفروض ان في هنا كمان كيرف بتاع الاي ايه، فانا هخلي الاي ايه الناحية التانية علشان ما ايه ما اتلخبطش. ده بتاع الايه بتاع الاي ايه. هل فانا بالنسبة لي عندي الاوبن سيركت كاركترستيك بالمنظر ده، بيحصل له ساتوريشن، والايه والشورت سيركت كاركترستيك بايه بيبقى خط لينير بالمنظر ده. ده الاوبن سيركت وده الايه الشورت سيركت. طيب طبعا عشان ما ننساش، الخط اللينير ده لو كملته على بعضه هيبقى ده عندي الاير جاب ايه الاير جاب لاين، وده بيمثل لي الحالة اللي بيبقى عندي unsaturation. يبقى انا عندي ده الساتوريشن ده الان ايه ساتوريشن. طيب هو انا في الاول خالص كان عندي الاي اف اهي، وعندي الار اي، وعندي الاكس اس، وانا اعتبر ان انا عامل شورت دلوقتي عشان يمشي لي التيار اللي هو الاي اي الاي اي. يعني هنا الار اي وهنا الاكس اي الاكس اس، وهنا عندي الاي اي الاي اف. طيب مش الاي اف من هنا هتساوي الاي اي في الار اي زائد الجي اكس اس، صح؟ اللي هي عبارة عن الاي اي في الامبيدنس اللي هي زد، هنقول انها زد اس. فزد اس من هنا هتساوي ايه؟ هتساوي الاي اف على الاي اي. طيب مش الزد ده عبارة عن اكس وار؟ فقال لك ان الار بتبقى نسبتها قليلة جدا جدا مقارنة بالايه بالاكس. يعني الاكس لو كانت بواحد هتلاقي الار بواحد من 100، فالنسبة بالنسبة لك بتبقى نسبة ايه صغيرة، فبيعمل لها نجلكت. فبالنسبة لي الزد اس ديت بالنسبة لي هنمثلها ان هي الايه الاكس اس بتاعتي. يعني بالنسبة لي الار ديت مش ايه مش موجودة. فمنها هنجيب الاكس اس في حالة الساتوريشن، وهنجيب الاكس اس في حالة الايه الانساتوريشن. طيب دي امتى ودي امتى؟ اول حاجة انا هنجيب الريتد فولت. الريتد فولت ده اللي هو ايه عند الاوبن سيركت. فانا هنجيب الريتد فولت بالنسبة لي هنا، وليكن ده الفي ريتد. وهنروح نقطع الايه الخط بتاع الايه بتاع الاوبن سيركت. بعد ما نقطع الخط بتاع الاوبن سيركت هننزل لتحت خالص للاخر، وهنطلع برضو نقطع الخط بتاع الاير جاب ايه الاير جاب لاين. طيب هنا ده النقطة ديت مش ده بيمثل لي الحالة بتاعت الساتوريتد؟ يعني ده الفي اللي انا هشتغل عليه، اللي هو بالنسبة لي بيبقى من اول النقطة ايه ده، لو ديت بي ودي سي ودي دي، فهو بالنسبة لي من اول النقطة ايه لحد النقطة سي. بالنسبة لي الفي اهو اللي هي الحتة دي، فالحتة دي هي كأنها الاي سي. يعني فرق الجهد اللي هو الريتد هيبقى الاي بتاعتي من الايه لحد الايه لحد السي، على ايه على التيار اللي هو بيقطعه على الايه على الشورت ده. التيار اللي هو بيقطعه ده اللي هو المفروض هنا، صح؟ هو ده التيار بتاعي. فالتيار بتاعي ده عبارة عن التيار من ايه لبي. يبقى انا اول حاجة بعملها بروح للفي ريتد اللي هو مديهولي. فبنقطع الاوبن سيركت ايه كاركترستيك، ننزل تحت ونطلع برضو لفوق نقطع الاير جاب ايه لاين، نجيب منها الايه الساتوريتد. الساتوريتد يبقى انا شغال على الكيرف ده، هنجيب اللي هو من ايه لسي اللي هو الفي ريتد اصلا، على التيار اللي انا بقطعه من ايه من هنا اللي هو اي اي بي. طيب الان ساتوريتد دي جايه منين؟ جايه من الجاب اللي هو بتاع الايه الاير جاب بتاعتي. يبقى انا عندي الايه النقطه دي هي اللي بتمثل لي الاير جاب، فهو ده الفي بتاع الان ايه الان ساتوريتد. فهنعمل ايه؟ هنجيب الفي بتاع الان ساتوريتد اللي هو من هنا لهنا، اللي هي عباره عن الاي من ايه لايه من ايه لدي المره دي، على نفس التيار اللي انا شغال عليه اللي هو اي 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 بي. ده بالنسبه لي عشان نجيب الاكس ساتوريتد والاكس ايه ان ساتوريتد. طيب بعد كده في حاجه عندي اسمها الشورت سيركت ريشيو. الشورت سيركت ريشيو ايه الشورت سيركت ريشيو ده؟ ده عباره عن تيار الفيلد الاي اف يعني عند النولود، على تيار الفيلد برضو عند الشورت سيركت. يبقى بالراحة بقى، تيار الفيلد اللي هو الخط اللي تحت ده، هل فانا في مرة هنجيبه عند النو لود ومرة هنجيبه عند الشورت سيركت ونقسمهم على بعض، ده يجيب لي الشورت سيركت ايه الشورت سيركت ريشيو. طيب جميل، يبقى انا اول حاجة هنجيبها هي الاي اف ساعة النو لود. النو لود يبقى انا شغال الدايره بتاعتي مفتوحه، يبقى انا الفي اللي داخلالي هي الفي اللي هتبقى بره، فاللي هي عباره عن الفي ايه الفي ريتد. حلو قوي.
فبالنسبه لي الفي ريتد هنيجي جاي قاطع الاوبن سيركت كاركترستيك علشان انا شغال في الاوبن اصلا، وهنزل تحت هنقطع النقطه ايه. فالاي اف من هنا بيساوي ايه؟ مش بيساوي من اول النقطه ديت اللي هي الزيرو او هنسميها او، من اول الاو لحد الايه، يبقى جميل. يبقى الاي اف عند النو لود هو عباره عن الاو ايه، يعني من اول النقطه او لحد النقطه اللي الفي بيقطعها لي. جميل، على الاوبن سيركت كاركترستيك ننزل تحت نجيب الاي اف. طيب تاني حاجه بيقول لي عايز الشورت سيركت، الاي اف عند الشورت سيركت. عند الشورت سيركت هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا عندي حاجه تانية اسمها اي اي ريتد، غير الاي اي اللي بيطلع لي في الحاله بتاعت الفي ريتد. عندي اي اي ريتد يعني ايه؟ التيار اللي بيدخل عند الدايره في حاله الشورت. فمثلا هتبقى قيمته هنا اللي هي الاي اي ريتد. الاي اي ريتد ده بالنسبه لي هو ده اقصى تيار يقدر يوصل له في حاله الايه، في حاله الشورت. فاحنا الجاي قطع اهو خط المره دي الاوبن ولا الشورت؟ لا انا شغال شورت، يبقى هنقطع خط الايه، خط الشورت بالنسبه لي. وهنزل ايه، هنزل تحت عند النقطه دي هنسميها النقطه اف مثلا. فيبقى انا بالنسبه لي التيار اي اف في حاله الشورت بكام؟ بالاو اف. يبقى تاني اول حاجه بتاعه النو لود، فانا بنجيب الفولت ريتد بتاعي بنخش عليه على الاوبن سيركت، ننزل تحت نجيب الاي فيلد. فبالنسبه لي الاو اي هي بالنسبه لي تيار الاي فيلد في حاله الايه، النو لود. تاني حاجه لما نجيب الايه، الشورت يعني عندي اي اي ريتد، هو التيار هو الريتد دلوقتي، انا الفرق الجود بتاعي مش شغال، الفرق الجود على الشورت بصفر. فبالنسبه لي التيار ان انا هشتغل بيه، فالتيار اللي انا هشتغل بيه هنخش بيه على الشورت سيركت كاركترستيك، ننزل تحت بيه نجيب نقطه اف، نقسم الاو اي على الاو اف، نجيب منها الشورت سيركت ايه، الشورت سيركت ريشيو. جميل، الامبير بتاع تيار الفيلد اتنرود على تيار الفيلد في حاله الشورت سيركت ممكن يتعمل باختصار اللي هو الامبير فيلد نو لود على الامبير فيلد شورت ايه، شورت سيركت. يبقى ديت اكن ايه، ممكن اعملها بالحاله ديت علشان لو جات لي في المساله بالايه، بالشكل ده اعرف ان هو بيتكلم عن الشورت سيركت ايه، الشورت سيركت ايه ريشيو. جميل، بعد كده انا ممكن اجيب الاكس اس اللي انا كنت جايبها في الحاله ديت بحاله تانية، اللي انا ممكن نقسم واحد على الشورت سيركت ريشيو هيطلع لي الاكس اس، بس في حاجه اسمها بير ايه، بير يونت. يعني ايه بقى بير يونت ديت؟ قال لك البير يونت دي حاجه خفيفه، حاجه سهله ما فيهاش اي مشكله خالص. انا مثلا لو عندي الفي ريتد وعندي الاي ريتد، فلو قسمت الاثنين على بعض ده هنجيب الايه، الزد ايه، الزد ريتد. فبالنسبه لي التلاتة دول هما دول بالنسبه لي بيسموها حاجه اسمها البيز بتاعتي. يعني ايه البيز بتاعتي؟ يعني انا مثلا عندي تيار ب في، عندي فرق جودي في، وعندي تيار بايه، باي، وعندي الزد بتاعتي كانت بزد، ما اعرفش هي زد قد ايه، بس هنخليها مثلا اللي هي كانت ايه، كانت اكس. اللي انا بالنسبه لي الزد هي الاكس، فهنسميها اكس. فبالنسبه لي لما عاوز اجيب الحاجه بريونت هقسم القيمه اللي عليا بالقيمه الريتد بتاعتي. يعني الفي هقسمها على الفي ريتد يجيب لي الفي بير يونت، هقسم الاي على الاي ريتد هتجيب لي الاي بير يونت، الاكس على الزد ريتد هتجي لي الايه، الاكس بير يونت. يعني ايه؟ يعني انا بالنسبه لي لو عندي مثلا الفي ب 10، يعني لو كل القيم دي مثلا ب 10 وليكن، كانت عندي الايه، الفي دي ب 5 والتيار ده ب 3 ودي ب 2 مثلا، فانا بالنسبه لي الفي في البير يونت بتاعتي بتساوي 5 على ايه، على 10 اللي هي نص بير يونت. يعني ايه؟ يعني نص من الحاجه اللي انا مأسسها عندي اللي هي الريت بتاعي اللي هي بالنسبه لي ال10، يبقى نص الايه من ال10 يعني اكنها 5. نفس الفكره هنا، 3 على ال10 هتديني 3 من 10، يبقى 3 من 10 بير يونت، بير يونت اللي هي الايه، ال10 بتاعتي. نفس الفكره 2 على 10 تديني 2 من 10 بير ايه، بير يونت، يعني من الزد الاساسيه. زي ما كنا بنعمله في الايه، في النسبه المئويه، كنا بنعمل ايه في النسبه المئويه؟ كنا كل الحكايه بنجيب القيمه بتاعتي نقسمها على 100، فال100 دي بالنسبه لي هي دي القاعده بتاعتي او الريت بتاعي اللي انا بقسم ايه، بقسم عليها عشان اجيب الحاجه بير اليونت اللي انا شغال عليها او بير الحاجه اللي انا عايزها. فبالنسبه لي حوار البير يونت ده كله على بعضه ان انا عندي قيمه بشوف ديت قد ايه منها، مفيش اكتر من كده. يعني هي ديت كل الحكاية. فأنا الـ XS بتساوي 1 على الشورت سيركت ريشيو بير يونت، يعني الـ X بتاعتي أو الـ Z بتاعتي في الأساس كانت كام منها، اللي هي الريتد اللي هي بتساوي الـ V على الـ I، ها اللي هي الريتد اللي هي بتساوي الـ V ريتد على الـ I إيه، على الـ I ريتد بنجيبها. فدي بالنسبة لي بتبقى الإيه،
بتبقى البيز بتاعتي، فمنها نقدر نجيب الايه، نقدر نجيب الايه الاكس، ايه الاكس بير يونت. طيب لحد كده تمام، ده جزء البير يونت. بعد كده عندي مسألة صغيرة على الايه، على الكيرفين دول. عندي بالمنظر ده كده، وعندي الشورت سيركت بتعمل كده، وطبعا عندي الايه هنا التدريج الـ IA، وهنا تدريج الـ IF، وهنا تدريج الـ EF، وبالمنظر ده. وعندي هنا الـ Air Line A أو الـ Air Gap Line. طيب بيقول لي عندي الكيرف ده معمول عند 12.6 كيلو فولت، ده طبعا اللاين على طول، وعندي 150 ميجا وات، والباور فاكتور بتاعي يبقى عندي 12.6 كيلو فولت، عندي 150 ميجا وات، عندي 85% باور ايه باور فاكتور، وعندي 4 بول، وعندي الاف بتاعتي بايه ب 60 هرتز. عايز الريتد كارنت. فانا عشان اجيب الريتد كارنت ده هعمل ايه؟ انا بالنسبه لي هنجيب الايه الفيز. فال 12 و6 من 10 ديت ايه، ديت لاين، هقسم ال 12 و6 من 10 على جذر 3، فده هيديني الفي ايه، الفي فيز. الفي فيز بالنسبه لي هيساوي 7.275 كيلو ايه، كيلو فولت. ده الايه، ده الفي فيز. عشان اجيب الاي فيز بتاعي هنعمل ايه، الاي فيز هتساوي 150 اللي هي الباور بتاعتي على 3 في الايه، في 7.275 في كوزاين الفاي بتاعي اللي هو 85 من ايه من 100، هيطلع لي 8.086 ايه، 6 كيلو ايه، كيلو امبير. طيب ده اول حاجه اللي هو عايزها، كان عايز الاي ريتد، هو كان عايز الاي ريتد بايه، فجبت له الاي ريتد بالايه، بالفيز. بعد كده بيقول لي عايز الساتوريتد سينكرونس رياكت، يعني الاكس اس بس في الايه، في الساتوريتد. الساتوريشن هنروح على ايه، هنروح على الكيرف ده صح. فهنخش، انا عندي الكيرف كان معمول بالايه، باللاين فولتج. فاللاين فولتج كان عندي كام، 12.6، فانا هنيجي هنا عند 12.6 هنيجي ايه، قاطع الكيرف بتاع الايه، الاوبن سيركت كاركترستيك ده، هننزل منه على التيار بتاعي اللي هو الاي اي. فهعمل ايه، هقسم لو ديت اي بي سي، كنا بنقول الاكس اس ساتوريشن بتساوي الاي سي على الايه، على الاي بي. فانت هتجيب الطول ده والطول ده وايه، وتطرحهم او تقسمهم على بعض وايه، وتجيب الايه، وتجيب الاكس ساتوريشن عادي خالص. طيب بعد كده هو عايز الاكس اس ان ساتوريشن، فان ساتوريشن ده هتعمل ايه، هتطلع على الايه، على الاير جاب اللي فوق ده، وتجيب منها الايه، الاي على نفس التيار بتاعي، يبقى هنا من ايه لحد النقطة دي على نفس التيار اللي هو اي بي. فمن هنا هنقدر نجيب الايه، هنقدر نجيب التيار الاكس اس بتاعتي عادي خالص. بس ما ننساش ان انا الحاجة اللي انا بقسمها، نخلي بالي انا بقسم فيز ولا ايه ولا لاين، انا بقسم بالفيز ما بقسمش بالايه، باللاين. يعني بمعنى صح ان انا هنا جايب الفولت بالفيز اللي هو كان 7 وشوية، فهنا هيطلع لي في اللي هو نفس الاي سي اللي هو اللي انا داخل بيه اللي هو 12.7، اللي هو بالنسبة لي عندي 27% و28% كيلو فولت بالايه، بالفيز. هقسمه على التيار اللي طلع لي من هنا برضو بالايه، بالفيز، هيطلع لي الاكس اس ايه ساتوريشن. والاكس اس ساتوريشن هنطلع هنا، هيطلع مثلا برقم لاين مثلا كان طالع ب 14 تقريبا، هقسمه على جذر 3، فمن هنا هنجيب الفيز نقسمه على التيار بالفيز برضو، يجيب لي الايه، يجيب لي الاس اس الاكس اس ايه ان ساتوريشن. طيب كده انا طلعت الاثنين دول. بعد كده هعمل ايه، بعد كده هو عايز مني الشورت ايه، الشورت سيركت ايه ريشيو، عايز الاس سي ايه سي ار. الاس سي ار بتساوي الايه، الامبير فيلد في حاله النو لود على الامبير فيلد في حاله الايه، شورت سيركت. فهنروح هنا في حاله الاوبن او النو لود اللي هو بالنسبه لي، بنخش بالفي ريتد، انزل تحت اجيب الطول اللي هو او ايه، على هنروح نجيب الاي اي ريتد اللي انا اساسا كنت جايبه من هنا اللي هو ده، هنخش عليه هنا في الـ في الـ في الـ في الـ بتاع الاي اي يعني، ونايه، ونخش هنا نقطع الايه، الشورت سيركت كاركترستيك بالنسبه لي، وننزل تحت هنجيب الايه، النقطه بتاعته اللي هي بالنسبه لي الاو اف، فهتطلع الايه، الرقم بتاعي. طيب